الدكتور عبد النبي عيدودي، محطة اليوم المؤتمر الوطني الرابع عشر تحت عنوان الوفاء لمغرب المؤسس. بسم الله، تنشكر هذه الجريدة الغراء ديالك. الوفاء لمغربي المؤسسات، شعار ديال المؤتمر 14 للحزب الحركة الشعبية. اليوم نؤكد للفضاء العام وللمشهد السياسي أن الحزب الحركة الشعبية استطاع أن يضع خارطة سياسية جديدة تعطي فرصة للشباب من خلال ترشح اللي كيقدمه السيد محمد أوزين إلى الأمانة العامة. أغلب الأقاليم بل مطلقها تدعم هذا الترشح لهذا الوجه الشاب والقيادي الحكيم الذي تدرب داخل هذا الحزب ويمسك بتلبيب السياسة ويعرف كيف تدور أدوارها داخل صالوناتها وداخل العمل الميداني في العمق ديال جبال الأطلس. اليوم نحن نزكي ترشحه وندعمه، وفي نفس الوقت نبقى أوفياء لقيادتنا الوطنية، وبإجماع المؤتمرين سنصوت للسيد محمد العنصر رئيسا للحزب، سيد محمد أوزين أمينا عاما للحزب، وأمانة عامة تضم قياديين كبار من الحزب، ومكتب سياسي بنفس شاب سيضم تلة من الشباب والكفاءات التي لها امتداد وطني وامتداد علمي أكاديمي ستكون ممثلة في هذا المكتب السياسي. وهذه وصفة جديدة نقدمها في المشهد السياسي تتماشى وروح الخطب الملكية التي ما فاتت دوما تؤكد على الفاعل السياسي بضرورة إشراك الشباب الشباب ثم الشباب. محطة انتقالية، لأنها غادي إن شاء الله غادي يكون يمكن يكونوا مفاجآت يمكن ما يكونوا شيء، ولكن غيكون ترشيح يعني الأمين عام جديد، وكنتمنى يعني الأمين العام اللي غادي يتم الانتخاب ديالو غدا ياخذ اللي غياخذ المشعل اللي هو اليوم شي شوية الضوء ديالو يعني الأفلام شي شوية طافية. حنا عندنا الإيمان فيه كثير لأنه عنده واحد الحنكة سياسية وواحد الجرأة سياسية وواحد إيمان بالمؤسسات والإيمان كذلك بحقوق المرأة الحركية والمغربية بصفة عامة وخاصة اللي غادي يزيد إن شاء الله بالحزب القدام. وكنتمنى له التوفيق في المسار ديالو السياسي ويكون موفق إن شاء الله، وتمنى نجاح إن شاء الله لهذه المحطة. وشكرا. شكرا لك أنك قبل تلاوة البرقية لابد أنك قدام بالشكر الجزيل كذلك لنساء ورجال الصحافة اللي وقفونا خلال هذه الشهور كاملين. فخر البلاد والعباد وأمير المؤمنين وحاميا لحمى الملة والدين وضامنا للوحدة الوطنية والترابية، حريصا أمينا مؤتمنا على حقوق المواطنات والمواطنين. مولاي، لقد كان الوازع وراء اختيار شعار المؤتمر الوفاء لمغرب المؤسسات إرادة أكيدة في تجديد العهد على الوفاء للمبادئ والقيم التي جبلت الحركة الشعبية على اعتناقها منذ لحظة التأسيس، وهي المبادئ والقيم التي ربطت بين كينونة المغرب كأمة خالدة والأسرة العلوية الشريفة التي نذرت نفسها لصون ديمومة هذا البلد الأمين وصون وحدته وقوته إلى أن يرث الأرض ومن عليها، وهو العهد الذي لم ولن يبارح أعناق الحركيات والحركيين محل ساريا في قلوبهم والوجدان مصل الدم في العروق. مولاي، على امتداد كل مراحل الإعداد للمؤتمر الوطني للحزب كانت التوجيهات النيرة لجلالتكم المتضمنة في خطبكم السامية منذ تربعكم على عرش أسلافكم الكرام الميامين النبراس المنير الوهاج الذي يضيء أمامنا معالم التفكير والبحث عن ابتكار البدائل ويرسم لنا خارطة الطريق نحو مستقبل ننشده واعدا وفي مستوى تطلعات جلالتكم المنيفة. فمن هذا المنطلق واستحضارا لطبيعة الدور الوطني الذي أهبتم
الذي عهدتم بالأحزاب السياسية الوطنية الجادة الاطلاع به، وخاصة في الخطاب السامي لجلالتكم بمناسبة افتتاح الدورة الخليفية للبرلمان سنة 2018، فقد رسى عزمنا والقرار على الاستثمار في الكفاءات والطاقات الوطنية إن داخل الوطن أو خارجه، قصد الاستفادة مما اكتسبته من تجارب ومعارف وخبرات إسهاما منها في التنزيل الأمثل والناجع والسليم لمستلزمات النموذج التنموي الجديد ولباقي الأوراش الكبرى التي وضعتم لا مولاي في بناتها وأسسها وأرسيتم ركائزها ومستنداتها، وبالروح الوطنية والمواطنة ذاتها يؤكد الحركيات والحركيون انخراطهم التام والمطلق في المشروع المجتمعي الرائد الذي ارتضته جلالتكم المهيبة للوطن والمواطنين وفق رؤية في قمة التبصر والحكمة والاستشراف، مجددين العهد على البقاء وراء قيادتكم الحكيمة جنودا مجندين من أجل الدفاع عن سيادة المغرب ووحدة ترابه، أوفياء للشعار الخالد الله الوطن الملك. حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به الذكر الحكيم، ومتعكم بموفور المجد والسؤدد، وأبقاكم ذخرا وملاذا لشعبكم الوفي، وأقر عين جلالتكم بسمو ولي عهدكم المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وبكلمتكم المصون صاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، وشد أزركم بشقيقكم الأمجد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب وباستجابة جدير، والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. حرر بالرباط في يوم السبت الأول جمادى الأولى 1444 الموافق 26 نوفمبر 2022 خديم الأعتاب الشريفة محمد وزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية. الله يبارك في عمر سيدي. بخصوص